قد تكون الإكزيما من أكثر أنواع الأمراض الجلدية قساوة، ومسمى عام يطلق على أي التهاب جلدي مناعي غير معد يظهر على شكل جفاف، احمرار وانتفاخ وتهيج مع حكة مرافقة له. صحيح سارة، قد تظهر الأكزيما في الوجه وباطن المرفق وخلف الركبة، في اليدين والقدمين وأماكن أخرى في الجسم. للإضاءة على هذا الموضوع نستضيف معنا الاختصاصية في الأمراض الجلدية الدكتورة ندى سويدان في فقرة صحتك. صباح الخير. صباح النور دكتورة. يعني بداية، الأكزيما هي مرض معروف أنه منتشر جدا بالعالم أينما كان، ماذا يحدث للجلد أو بمعنى آخر ما هو الأكزيما؟ الأكزيما هي مرض كتير بالعالم، مظبوط، ولكن في عدة أنواع أكزيما، فرح نبتدي بأنواع الأكزيما. عندك من الأكزيما الأطفال، الأكزيما المستديرة ديسكويد أكزيما، للسيبوريك أكزيما أو الأكزيما الدهنية، للأكزيما اللي نحن بنسببها لحالنا. رح نبلش بالأشياء اللي نحن فينا نتفاديها. في شيء اسمه كونتاكت أكزيما أو الأكزيما اللي مع اللمس، هيدي كلياتنا بدون استثناء ممكن تصيبنا في حال تعرضنا لمواد معينة، فرضا مثل الكلوروكس بالجلي أو الآخر. كل واحد بده يتعرض، لأنه هيدي بتأذي البشرة فبتسبب هالجفاف وبسبب التهيج فبتسبب الأكزيما. فهيدا نوع الأكزيما نحن فينا نتفاديها. وعندك الأكزيما لبعض الأشخاص عندهم حساسية معينة لنوع معين من المواد اللي ممكن يتعرض لها. فمثلا بالبيت عندنا ممكن يكون نوع الصابون اللي بنغسل فيه تياب، أو ممكن أمرار في بعض الأشخاص دواء الغسيل مش على التياب، ممكن ينلاقى على الجسم على الوجه من النوم على المخدة اللي هي معمولة من الصابون، اللي مغسولة بصابون معين قد يسبب له الأكزيما، وإلى وغيره. ممكن يكون أنواع ممكن مثل النيكل اللي هي مواد متل معدنية، ممكن يكون بعض الأشخاص عندهم حساسية لها، مثل وقت يلبسوا النساء الحلق أو العقد أو الأخذة أو الأساور أو حتى الساعات عن بعض الرجال. معقول حتى تكون موسمية كمان؟ شري؟ معقول تكون موسمية؟ هالنوع الأكزيما منا موسمية. الأنواع الأكزيما الموسمية هي الأكزيما مثل أكزيما الأطفال اللي مثل ما زال تفضلت وقالت، اللي ممكن نشوفها بهيدي المناطق أو خلف الركبة، وقد تنتشر على جميع الجسم قطعا وعلى الوجه والأخرى. هذه الأكزيما معك متفشية جدا، يعني في إحصائيات ممكن تصل إلى أنه واحد بين 10 إلى 15 طفل قد يصاب من هذه الأكزيما، اللي هي إجمالا في إلى بتسبب تهيج في البشرة مع جفاف، وهالشي بيسبب الحكة. وممكن بالأخص عند الأطفال ممكن يصير في توالد البكتيريا، فبيصير التهاب بهذه المناطق وممكن تكون منتشرة بالجسم تمقلت، وهذه قد تكون وراثية. وبالعالي مش بالضرورة يكون في أكزيما، ممكن يكون في ربو، ممكن يكون ربد ربيعي، ممكن يعني الحكة تبع العيون. دكتور، ما هي الأعراض؟ يعني كيف بنفرز ما بين الأكزيما إذا كانت أكزيما أو إذا كان شيء آخر مثل ما تفضلتي؟ هذا الفحص السريري الطبيب بده يعمل هالتشخيص، لأنه بالأخص عند الكبار في أمراض جلدية ممكن إذا طبيب مش منه باختصاص الأمراض الجلدية ممكن يفكرها أكزيما ويعطيها أدوية مثل ما بنعطي الأكزيما، اللي هي قد تكون مراهم كورتيزونية أو مراهم بيولوجية أو مراهم مثل يعني في أشياء كتير مثل الليدال والأخري. هدول مراهم للعلاج الأكزيما، ولكن لا ما بتفيد أمراض ثانية اللي هي قد تشبه الأكزيما، مثل المرض اسمه الباراسورايسس أو حتى مايكوسيس فانجويدس. هدول أسامي شوي سائلة، ولكن هدول أمراض سرطانية تقريبا، أو قد تؤدي إلى أمراض سرطانية أو عضوية. لذلك كتير مهم أنه مش الوقت يكون في مرض جلدي من مش نستعمل الصيدلة اللي يعطينا العلاج، أو جارتنا استعمل الدواء خلينا نستعمل نفس الشيء. هلأ موضوع الأكزيما نرجع له. الأكزيما مثل ما سبق وقلنا، بالأخص أكزيما الأطفال، في الأطفال هيدول
اجمالا ممكن يتحسنوا عند البلوغ، لانه الجسم بيصير عنده مناعه اكثر، زائد انه الافرازات الدهنيه على الجلد بتزيد. ولكن كعلاج كثير 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 مهم انه نعالجها اول ما تبلش، لانه مثل ما تفضلتي بتبلش ممكن بتبلش بشويه جفاف مع احمرار، وقد يكون كل ما هنالك بالامر للعلاج هو مرطبات جلديه. وفي شيء اسمه ذا 3 مينت رول، الثلاث دقائق بعد الرول او التي يلي الحمام دغري مفروض يترطب الجسم، لانه هذا اكثر وقت اكثر وقت اللي ممكن تستاهل. زائد انه ممنوع الليفه، ممنوع المي السخنه كثير. تفضلي. هدول الامور النصائح اللي بتعطيها للي عندهم أجزمة، الامور اليوميه اللي لازم ننتبه لها لتفادي الاصابه بها او زيادتها. يعني مزبوط. اجمالا بالشتوي هو مثل ما سبق وحكينا انه له علاقه موسميه، بالوقت يكون التأس ناشف بصير الاكزيما ممكن تصير أسوأ، يعني هو تريجر لحد الجفاف. فلذلك بالبيت وقت التدفئه تكون قويه بدون ما يكون في ترطيب، هيدا بيخلي الاشخاص او الاطفال اللي عندهم اكزيما يصير أسوأ. وزائد حتى بالاخص كمان عند الكبار، لانه جلدتهم بصير تنشف كمان نفس الشيء، الجفاف الزياده رح يسبب التحسس او الاكزيما. فبالتالي لازم ترطيب البشره باستمرار، ترطيب الجو، عدم نحاول نتجنب الاشياء اللي ممكن تزيدها، يعني لبس الصوف على الجلد دغري، يعني الواحد يلبس يحاول يلبس قطنيات، عدم استعمال البرفيوم على الجسم. هدول الامور اللي المي السخنه كثير والليفه كثير كثير هدول بشدد عليهم، لانه هدول من الامور اللي كثير بتهيج البشره. هلا مشان الوقت لانه بحب احكي عن نوع ثاني اكزيما اللي هو الاكزيما الدهنيه او السيبوريك اكزيما، اللي كثير من الشباب والصبايا بيعانوا منها، اللي بنلاحظ الاكزيما والاحمرار على منطقه حول الانف بالعين، حول الدقن، وحتى بيكون في قشر واحمرار وحكه بالراس، امرار بين الثدي بنص الظهر بالمشعر. هذه المناطق اللي بنلاقيها كثير، وهيدي هون مش جفاف، هون على الافرازات الدهنيه زياده، بيربع نوع من الفطريات بكتيرة فبتعمل هالتهيج. لذلك هدول الاشخاص نحن بدنا ننشف لهم الجلد، لدرجه امرار بنعطي علاجات مثل ما بنعطي علاجات الاكني، الحب الشباب القوي اللي هو مثل زوسوبرار واكيتين وهالاشياء هيدي. فبالتالي الاثنين بيؤدوا الى تجفيف البشره من الدهون الزائده 100%. فهلا هدول بدنا نعمل توازن بين اخذ هالحبوب هيدي اللي رح تسبب جفاف. مهم نسال سؤال هنا، لانه تذكرنا الاكزيما اللي بتيجي على الوش. خلينا نتكلم عن حاله السيدات، انه بتجي كثير بنلقى مستحضرات تجميليه، مكياج او مستحضرات للعنايه مكتوب عليها انها هي مناسبه للناس اللي عندهم اكزيما، هل في حاجه زي كده موجوده ام قطعا قطعا لانه في مواد بقلب المكياج ممكن تكون محسسه لهالاشخاص هيدي. وهلا والشغله انه في بعض الاشخاص مثلا نفس نوع المكياج انت بتستعملي وانا بستعمله، انا بتعمل لي حساسيه انت ما بتعملي، لانه في مكونات مفروض نحن نعرفها. هلا الاشخاص اللي عندهم تحسس زيادة على مثلا بيستعملوا عدة مكياجات والآخري أو كريمات وبيصير عندهم تحسس، أو داخلها عطورات أو غير العطورات، في مواد كثيرة ممكن تكون موجودة. لذلك بنعمل شيء اسمه باتش تيست، أو بنعمل فحص لنعرف بالتحديد هالشخص على شو بيتحسس عنده حساس. في موضوع كثير مهم، نقطة ستريس أو التعصيب، هو من أكثر يقال الأمور تريجر التي تهيج البشرة 100% وبالأكزيما 100%. الستريس وللاسف هيدا مشكله لا يمكن تفاديه، ما يمكن خاص ببلدنا مع كل شيء بيصير معنا. فبالتالي ولكن هو قطعا معروف، كثير من الناس بيقولوا لي ايه عنده اكزيما سببه الستريس، مش الستريس هو السبب، الستريس هو التريجر اللي هيدا اللي كثير بدنا نعرفه، انه بيكون واحد عنده الاستعداد وعلى الستريس بيزيد. هلا لذلك مثلا نرجع لموضوع الاكزيما الدهنيه مثلا، هيدا من الاشياء اللي كثير كثير
تتأثر بالسترس، بنلاحظ انه الصبايا والشباب يا بيكون على الارهاق الزياده او بتلاقوا انه بفور او على الامتحانات ضغوطات. او ضغوطات، ضغوطات نفسيه عمليه والاخري. طب دكتور في سؤال مهم جدا يعني حنختم به، انه هل الاكزيما مرض معدي؟ لانه دائما لا. لما بنشوف انسان مريض باي مرض جلدي بنخاف انه نتعاطى معه او نلمسه فما ينتقل اليه. هو هون بدنا نقول اغلبيه الامراض الجلديه غير معديه، اذا هي الصدفيه، البهاق، الاكزيما، كل هالامراض ما بتعد، ولكن هي نظريا للنظر تؤذي، مزعجه، ولكن هي ما بتعدي ابدا. هلا عند الأطفال ممكن تصير تعدي، مش الأكزيما الدهنية، لأنه قد يصير في التهابات جلدية وبكتيرية وهيدا اللي بيعدي، فلذلك علاج الأكزيما كتير مهم. إذن بتنصح الدكتور أنه في علاج الأكزيما؟ أكيد. ما نتوجه لأصدقائنا ولا للصيدل، ولكن نتوجه إلى الطبيب لأنه هو حيلاقي الحل الأسرع. إذن اختصاصية البشرة والأمراض الجلدية دكتورة ندى سويدان، شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي تفضلتي لنا بها اليوم.